السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم مسائل الوحدة 3 الحركة المتسارعة، القسم 2 الحركة بتسارع ثابت، منهج دولة الإمارات العربية المتحدة للعام الدراسي 2016-2017. ردد شعار المثابرة: أقرأ أفهم أحفظ أطبق، ومفتاح النجاح في إيدك. جيب ورقة وقلم وتابع معي الحل كتابة ولفظا، وجيب الورقة اللي كاتب فيها المعادلات الخاصة بالوحدة 3 الحركة المتسارعة. راكب دراجة يقود دراجته بتسارع ثابت لتصل سرعتها المتجهة شمالا إلى المقدار، لذلك كتبت بي فاينل وتساوي 7.5 متر لكل ثانية. الشمال هو الاتجاه الموجب، برسم الاتجاهات هنا: موجب شمالا، موجب غربا، سالب جنوبا، سالب. خلال فترة 4.5 ثانية، إذا هذا الزمن تي سمول وتساوي 4.5 ثانية، وتبلغ إزاحة الدراجة 19 متر شمالا. إذا هي إكس فاينل 19 متر إذا بدأ من الموقع الابتدائي اللي مقداره صفر، يعني حنبدأ القياس من هذا الموقع. خلال فترة التسارع فكم كانت السرعة المتجهة الابتدائية للدراجة؟ بده في اي. قرأنا المسألة، لخصناها لمعطيات ومطالب الرموز المناسبة، بنجيب الورقة اللي فيها المعادلات. لاحظ المعطيات والمطلوب ما فيها تسارع أبدا، فبنختار معادلة ما فيها تسارع ومنشوف بتحقق لنا الغاية أم لا. نختار هذه ما فيها تسارع، دلتا إكس، كون عندك إكس فاينل وإكس آي، إذا عندك دلتا إكس السرعة النهائية مطلوبة. المطلوب دايما بحط ضمن دائرة في فاينل، في فاينل عندك يا 7.5، الزمن عندك يا 4.5، إذا بتفيدني هذه المعادلة، لكن بدها ترتيب، منحطها ومنرتبها، بضرب الوسطين بالاثنين ومنقسم على تي. في ترتيب آخر، انت بدك في اي، إذن في اي وتساوي 2 دلتا اكس على تي سالب في فاينل. هالترتيب هذا لازم تتعود عليه. شو عملنا شو سوينا، هيك اسأل نفسك وانت عم تكتب، انت بتراجع معلومات الرياضيات في ترتيب المعادلات. في اي وتساوي 2 ضرب 19 متر ناقص الصفر على 4.5 ثانية سالب 7.5 متر لكل ثانية. بالحساب بتطلع في اي وتساوي 0.94 متر لكل ثانية شمالا. ليش ذكرت شمالا؟ لأن من البداية قال لك شمالا، وفي رعاية الله في إلى طريقة تانية لكن أطول، هي أقصر الطرق للحل.